هلا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاسي، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباس، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم أبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الرأس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فرقا، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟